السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ سنقول عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا هدى حمادة، زميلتكم في الفرقة التانية، وان شاء الله هنراجع مع بعض النهاردة المحاضرة التامنة، محاضرة الكاردياك سايكل. تمام، بسم الله. اول حاجة عايزين نعرفها، عايزين نراجع بسرعة كده على السيركيوليشن اللي بتحصل في الجسم. احنا عارفين ان البودي بيتكون من تيشوز، بيدخل لها ارترز، بيخرج منها فينز. فالفينز دي بتتجمع مع بعضها في تو فينز كبار، السوبيريور والانفيريور فينا كافا، عشان يروحوا يصبوا في الرايت اتريوم. والرايت اتريوم لما يعمل كونتراكشن هينزل البلود اللي فيه في الرايت فنتركل. بعد كده الرايت فنتركل يضخ الدم ده في البلمونري ارترز عشان يروحوا لللنج يحصل لهم اكسجينيشن. بعد كده يرجعوا في البلمونري فينز عشان يصبوا في الليفت اتريوم. لما الليفت اتريوم يعمل كونتراكشن هينزل البلود اللي فيه في الليفت فنتركل، ومن الليفت فنتركل يبدا ان هو يروح للبودي تاني عن طريق الاورطه. اوكي، هنا نفس الكلام عندنا، هنا بسم الله ده السوبيريور وده الانفيرير فينا كافا، بيبدا ان هو يصب البلود اللي جايبه من كل التيشوز في الرايت اتريوم. الرايت اتريوم لما يعمل كونتراكشن ينزل البلود في الرايت فنتركل. الرايت فنتركل ياخد البلود ده عن طريق البلمونري ارتري اللي هو ده، يوديه لللنج عشان يحصل له اكسجينيشن. بعد كده يرجع في البلمونري فينز اللي هما الاربعه الصغيرين دول، ويصب في الليفت اتريوم. تمام، هيصب في الليفت اتريوم، والليفت اتريوم لما يعمل كونتراكشن ينزل البلود في الليفت فنتركل. بعد كده الليفت فنتركل يودي البلود عن طريق الاورطه اللي هو الكبير ده عشان يوديه لكل التيشوز بتاعه الجسم يعني. قلت كمان عايزه افكركم ان انا عندي بين الاتريا والفنتركل عندي فالف اسمه اتريو فنتريكولار فالف، سواء كان بقى رايت او ليفت. وعندي بين الفنتركلز والاورطه والبلمونري عندي فالف اسمه سيميليونر فالف. تمام، بين الليفت فنتركل والاورطه اسمه سيميليونر فالف، وبين الرايت فنتركل والبلمونري ارتري اسمه برضو سيميليونر فالف. اوكي، طيب نشوف بقى محاضرتنا بتقول ايه. احنا هنعرف ايه في محاضره الكاردياك سايكل دي؟ عايزين نعرف اربع حاجات: ديفينيشن بتاعها، يعني ايه كاردياك سايكل، والديوريشن بتاخد قد ايه، والفيزز بتاعتها، عرفنا ان هما ثلاثه فيزز، والبريشر تشينجز. طيب ايه هي الفيزز بتاعه الكاردياك سايكل؟ عندنا ثلاثه فيزز: اتريال سيستول فيز، وعرفنا يعني سيستول يعني كونتراكشن، فدي الفيز اللي بيحصل فيها كونتراكشن للاتريوم. بعد كده فنتريكولر سيستول فيز، دي الفيز اللي بيحصل فيها كونتراكشن للفنتريكل. بعد كده فنتريكولر دايستول فيز، ودي الفيز اللي بيحصل فيها ريلاكسيشن للفنتريكل. حد هيقول لي فين الفيز الرابعه اللي هي اتريال دايستول؟ هقول لك ان دي مدتها كبيره جدا، بتحصل بالتزامن مع التو فيزز اللي هي الثانيه والثالثه. تمام، طيب نعرف يعني ايه كاردياك سايكل. ببساطه يعني ايه سايكل؟ سايكل بتوازي كلمه بيت، يعني سايكل ما هي الا نبضه قلب، عباره عن وان سيستول وان دايستول. فانا بكل بساطه في المحاضره دي هاجي اعمل سلو موشن كده لحركه البلود لما بيحصل له سيستول ودايستول. تمام، وابدا اشوف ايه التغيرات اللي هتحصل في الاتريا وايه اللي هيحصل في الفنتريكل. تمام، فبيقول لك الديفينيشن ده ستادي اوف تشينجز، انا ببساطه جدا هدرس التغيرات اللي بتحصل في الهارت ديورينج اتش كاردياك بيت. تمام، في وان سيستول وان دايستول. طيب الديوريشن بتاعتها بتاخد قد ايه؟ بيقول لك بما ان النورمال هارت ريت 75 بيت بير مينيت، فالكاردياك سايكل هتكون 8/10. ازاي؟ احنا قلنا البيت بتوازي السايكل، فلو اعتبرنا ان نورمال هارت ريت 75 بيت بير مينيت، او خلينا نقول 75 سايكل بير مينيت، فانا عايز اعرف السايكل الواحده بتاخد قد ايه. انت بتقولي 75 سايكل بتحصل في 60 ثانيه، لا قولي سايكل واحده بتحصل في قد ايه، هقسم 60 على 75 يطلع حوالي 8/10 ثانيه. طيب لو جيت اقسم ال 8/10 ثانيه دي على الفيزز اللي عندي هتبقى ازاي بالظبط؟ احنا اتفقنا ان احنا عندنا اربع فيزز، بس احنا هنتكلم عن ثلاثه. عندنا اتريال سيستول فيز واتريال دايستول فيز، وعندنا فنتريكولر سيستول وفنتريكولر دايستول. واتفقنا ان الوقت اللي الاتريا فيه بيعمل سيستول بيكون الفنتريكل في حاله دايستول او في حاله ريلاكسيشن. تمام، طيب مده الاتريال سيستول بتكون حوالي 1/10 من الثانيه، والاتريال دايستول بيكون حوالي 7/10 من الثانيه. وعرفنا ان مده الدايستول بتكون اكبر ليه؟ عشان في الفترة دي الاتريا بيكون عامل ريلاكسيشن عشان يستقبل الفينوس ريتيرن اللي جاي له من الجسم كله. لكن في السيستول الاتريا بينقبض بس عشان ينزل البلود اللي فيه في الفنتريكل اللي هو تحته، فمش هياخد وقت. لكن
في فترة الدايستول الاتريا بيكون بيستقبل الدم يعني من كل الجسم، فبيحتاج وقت طويل. طيب ولاحظ ان مجموعهم 8 من 10، 1 من 10، 7 من 10، مجموعهم نفس مدة الكاردياك سايكل كلها. في الفنتريكولار فيز قلنا ان هي بتاخد حوالي 3 من 10 من الثانية، والفنتريكولار دايستول بتاخد 5 من 10 من الثانية، وبرضو مجموعهم 8 من 10. وعرفنا ان الفنتريكولار سيستول اكبر من الاتريال سيستول ليه؟ علشان الفنتريكل بيضخ الدم لمسافه ابعد، يعني مثلا الليفت فنتريكل بيضخ الدم للجسم كله على عكس الاتريال، الاتريال لا بينزل بلاد للفنتريكل اللي تحته، فما بياخدش وقت طويل. وقلنا ان الفنتريكولار دايستول هنعرف اهميته بالتفصيل في اخر المحاضره. اوكي طيب، هنا بيقول لك الديوريشن بتاع الكاردياك سايكل از انفرسلي ريليتد للهارت ريت. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان الديوريشن بتاع الكارديك سايكل بيتناسب عكسيا مع الهارت ريت. ازاي؟ مش احنا قلنا ان النورمال هارت ريت كان 75 بيب بير مينيت، وكان ساعتها الديوريشن بتاع الكارديك سايكل كان 8 من 10. طيب لو الهارت ريت زاد 200 مثلا، الديوريشن بتاع الكارديك سايكل ايه اللي هيحصل له؟ نفس الكلام، اقسم 60 ثانيه على ال 200، هتلاقي ان هي قلت، تبقى 2 من 10، 3 من 10، حاجه في الرينج ده. انا عندي هنا الهارت ريت زاد فديوريشن قلت، تمام؟ عشان كده بيقول لك so when heart rate increases its duration is decrease. خلاص طيب، النقص في الديوريشن ده بيبقى على حساب مين؟ بيبقى على حساب السيستول ولا الدايستول؟ لا، بيبقى على حساب الدايستول. وهنعرف برضو ان بيبقى في الليت دايستول، لكن لو الهارت ريت زاد بكميه كبيره، لا ممكن يدخل دلوقتي على الايرلي دايستول، وهيأثر على الوقت اللي الفنتريكل فيه بيستقبل البلود، تمام؟ دي هتعرفها بالتفصيل برضو، مشروحة بالتفصيل في الاخر. يبقى براحة كده عشان ما نتلخبطش، قلنا لو الهارت ريت زاد الديوريشن بتاعت الكاردياك سايكل هتقل. طيب الديوريشن اللي قل ده بيبقى على حساب وقت مين؟ بيبقى على حساب وقت الدايستول. طيب لو عايز اعرف الريشيو بين السيستول والدايستول ايه اللي هيحصل لها؟ احنا قلنا لما الديوريشن بيقل الدايستول، وقت الدايستول هو اللي بيقل. خلاص يبقى لو عملت نسبة كده بين السيستول في البوست والدايستول في المقام، وقلت الدايستول بيقل، يبقى الريشيو ككل هتزيد. ماشي، الحته دي مهمه خدوا بالكم منها. طيب تعال نشوف الفيزز بتاعه الكاردياك سايكل بقى بالتفصيل. اول فيز معانا الاتريال سيستول فيز، وعرفنا ان هي بتاخد حوالي 1 من 10 من الثانيه. تاني فيز فينتريكولار سيستول فيز، ودي بتاخد 3 من 10 من الثانيه، وبتتكون من 3 فيزز. اول فيز ايزومتريك كونتراكشن فيز، والكتاب قايل لكم ان هو بتاخد حوالي 5% من الثانيه. تاني فيز ماكسيمم ايجكشن فيز، تالت فيز ريديوسد ايجكشن فيز. الفنتريكولار دايستول فيز بياخد 5 من 10 من الثانيه، وبتكون برضو من 3 فيزز، اسمائهم شبه الاسماء بتاعه الفنتريكولار سيستول بالظبط. يعني اول فيز معانا ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، تانية كانت ايزومتريك كونتراكشن، دي ايزومتريك ريلاكسيشن. تاني فيز معانا هي الرابيد او الماكسيمم فيلنج فيز. تالت فيز معانا هي الريديوسد فيلنج فيز، ودي اللي هندرسهم بالتفصيل طول المحاضره. ماشي، نسمي لو نبدا باول فيز معانا هي الاتريال سيستول فيز. واتفقنا ان المحاضره دي اصلا بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن شويه تغيرات بتحصل في الاتريا وفي الفنتريكل وفي الضغط والحجم بتاعهم، يعني لما بيحصل سيستول للاتريا ودايستول للفنتريكل وكده يعني. فاحنا بكل بساطه جايين ندرس التشينجز دي. طب هندرس ايه؟ اول حاجه عايزين نعرف ضغط الاتريا ايه اللي هيحصل، وضغط الفنتريكل والفوليوم بتاع الفنتريكل، وضغط الاورطه والبلمونري، وحاله الفالف مفتوحه ولا مقفوله. طيب قول لي الفيز دي البلاد بيبقى فيها بينتقل منين لفين، وانا هقول لك تغيره. طيب ركز معايا، بسم الله. بص الفيز اسمها ايه؟ اسمها اتريال سيستول فيز. سيستول اتفقنا يعني كونتراكشن، معنى كده ان البلاد موجود هنا في الاتريا، والاتريا عمل كونتراكشن عشان البلاد ينزل هنا. خلاص، اما اجي اقول لك ايه اللي هيحصل للبريشر بتاع الاتريوم، انت بتقولي ان هو بيعمل كونتراكشن، فاكيد البريشر فيه عالي. خلاص، بس ده مش بيفضل عالي على طول، هو بيبقى عالي في الاول بعد كده بيقل تاني. طب احنا عرفنا ان هو بيبقى عالي في الاول عشان بيعمل كونتراكشن، طب بيقل تاني ليه؟ بيقل عشان حصل ايفاكيويشن للبلود اللي جواه ده، نزل في الفنتريكل، فالضغط اللي كان فيه قل شويه. خلاص طيب، بالنسبه للفنتريكل، في معلومه عايزه اقولها لكم في الـ حتى بتاع الضغط الاتري، يعني ان الاتري لما بيكونتراكت بينزل حوالي 30% بس من البلود في الفنتريكل. طيب الباقي بينزل امتى؟ بينزل في فتره الدايستول بتاع الفنتريكل. ماشي، دي معلومه على جنب كده.
طيب ندخل على البريشر بتاع الفنتركل، ايه اللي هيحصل له؟ الفنتركل كان قاعد في امان الله، لقى البلود نازل عليه من الاتريوم، تفتكروا ايه اللي هيحصل للضغط بتاعه؟ اكيد هيزيد، بس برضو هيزيد في الاول وبعد كده هيرجع يقل. طب ليه؟ عرفنا ان هو زاد في الاول عشان البلود اللي ضاف عليه. طب ليه هيقل بعد كده؟ عشان هيبدا ان هو يعمل ريلاكسيشن عشان يستوعب كميه البلود اللي نازله له دي. خلاص يبقى احنا عرفنا ضغط الاتري هيزيد الاول عشان الكونتراكشن، بعد كده هيقل عشان البلود خلاص يعني نزل على الفنتركل. طيب ضغط الفنتركل ايه اللي هيحصل له؟ قلنا ان هو هيزيد في الاول عشان البلود اللي نازل عليه ده يعمل له بريشر، بعد كده هيبدا ان هو يعمل يحصل فيه ريلاكسيشن فالضغط هيقل تاني. تمام. طيب كده احنا اتكلمنا على الاتريال بريشر والفنتريكولار بريشر. ندخل على الفنتريكولار فوليوم. مش انا قلت لك ان البلود لما نزل في الفنتريكل، الفنتريكل عمل ريلاكسيشن عشان ياكوميديت كميه البلود اللي نازله دي، يبقى طبيعي الفوليوم زاد. عمل ريلاكسيشن يعني حجمه وسع فالفوليوم زاد. خلاص هنا الفوليوم زاد كده خلصنا دي. ايه اللي هيحصل في الاورتيك والبلمونري بريشر؟ تعال اقول لك ايه اللي هيحصل للفولف الاول. خلينا متفقين ان لازم نوع واحد من الفولز هو اللي يبقى مفتوح. يعني لو الاتريو فنتريكولار فولف مفتوح يبقى اكيد السيميليونر مقفول، والعكس لو السيميليونر مفتوح يبقى الايفي فولف مقفول. ما ينفعش الاثنين يفتحوا مع بعض، ممكن الاثنين يقفلوا مع بعض وهنشوفها في فيز قدام. خلاص. طيب انا اعرف الفولف مفتوح ولا مقفول ازاي؟ من اسم الفيز. الفيز اسمها اتريال سيستول فيز، يعني الاتريوم بينقبض عشان ينزل البلود اللي فيه في الفنتريكل، معنى كده ان البلود نزل هنا. خلاص. فالفولف ده هيبقى مفتوح، الاتريو فنتريكولار فولف هيبقى مفتوح. طب بالنسبه للسيميليونر؟ لا، السيميليونر اللي هو ده هيبقى مقفول. احنا قلنا واحد بس اللي هيبقى مفتوح. خلاص يبقى احنا عرفنا الاتريو فنتريكولار فولف مفتوح والسيميليونر مقفول. طيب خلاص كده عرفنا الفولف. الاورتيك والبلمونري بريشر ايه اللي هيحصل له؟ بص لو اعتبرنا ان السيميليونر مقفول، فالبلود اللي هيبقى موجود في اللحظه دي في البلمونري في الاورتا ده البلود اللي اتضخ فيه من السيستول اللي قبل كده او من السايكل اللي قبل كده، فالبلود اللي فيه عمال يسيبه ويروح للبريفرال تيشو. تمام. ده في حاله الاورتا. لو في البلمونري فالبلود اللي فيه بيسيبه وبيروح لللونج، فالدم عمال يسيبه ويمشي، فالضغط اللي كان عليه بيقل. تمام. يبقى البريشر بيقل ليه؟ عشان بيحصل سكيب او ديستريبيوشن للبلود للبريفرال سيركيوليشن. تعال نقرا الكلام ده. بيقول لك في الفيز دي الاتريا بيكونتراكت وبيبوش حوالي 30% من البلود اللي فيه يعني في الفنتريكل. طيب 70% بينزلوا امتى؟ بينزلوا في حاله الفنتريكولار دايستول. عرفنا الديوريشن بتاعتها 1/10 من الثانيه. ماشي. تعال نتكلم بقى على الاتريال بريشر. قلنا ان هو هيزيد الاول بعد كده هيقل. هيزيد ليه؟ عشان الكونتراكشن اللي بيحصل في الاتريوم، بعد كده بيقل ديو تو ايفاكويشن للبلود من الاتريا للفنتريكل. بيقول لك معلومه هنا، ان انا عندي على الفتحه بتاعه السوبيريور والانفيريور فينا كافا بيبقى في حاجه كده اشبه بالفولف، بتقوم بنفس الوظيفه بس هي مش فولف، هي عباره عن ماسكولار سليب بتعمل نفس الوظيفه بتاعه الفولف، بتمنع الريجرج بتاع البلود، يعني بتمنع ان البلود يرجع تاني في السوبيريور والانفيريور فينا كافا. خلاص. يبقى الطريق الوحيد ليه ان هو ينزل للفنتريكل. ده معنى السطرين دول. طيب ندخل على الفنتريكولار بريشر. عرفنا برضو ان هو بيزيد الاول بعد كده بيقل. بيزيد ليه؟ عشان البلود اللي نازله من الاتريا. بيقل ليه بعد كده؟ عشان بيعمل ريلاكسيشن. خلاص. تالت حاجه معانا هي الفنتريكولار فوليوم، وعرفنا ان هو بيزيد نتيجه البلود اللي نازل له ده. طيب الاورتيك والبلمونري بريشر قلنا انه بيقل جرادوالي. ليه؟ ديو تو سكيب اوف بلود للبريفرال سيركيوليشن، البلود اللي فيه بيبدا ان هو يسيبهم ويروحوا للتيشوز المختلفه. اخر حاجه اللي هي الفولفز، وعرفنا ان نوع واحد بس من الفولف هو اللي يبقى مفتوح، وبما ان انت بتنزلي بلود من الاتريا للفنتركل فالاي في فولف هو اللي مفتوح، يبقى اكيد اكيد السيميليونر مقفول. بيقول لك هنا ايه؟ بيقول ان الانترا اورتيك والانترا بلمونري بريشر بيكون اعلى من الانتر فنتريكولار بريشر. يعني ايه الكلام ده؟ بص، وانا امتى الفولف عندي يفتح؟ لو يعني مثلا امتى اودي البلود اللي موجود في الفنتركل للاورطة؟ لو الضغط في الفنتركل اعلى من الضغط في الاورطة، ساعتها الفولف يفتح والبلود يخرج. ناخد بالنا ان الفولف بيفتح في اتجاه واحد بس. طيب لو الموضوع اتعكس وكان الضغط في الاورطة اعلى من الضغط في الفنتركل، البلود هيحاول ان هو يرجع للفنتركل، هيلاقي الكاسوس بتاعه الفولف في وشه، الفولف مش هيفتح لانه بيفتح في اتجاه واحد بس، فالكاسبس هتقفل اكتر، فالبلود ساعتها مش هيلاقي طريق مفتوح قدامه غير ان هو يروح للبريفرال سيركيوليشن. ده معنى الجمله دي،
مش احنا كنا بنقول في الاورتيكال بالمونري بريشر الضغط فيه بيبدا ان هو يقل تدريجيا عشان البلود بيسيبه وبيروح للبريفرال تيشو خلاص. فدي نفس الفكره, بيقول لك ان الضغط في الاورتا اعلى من الضغط في الفنتريكل, فالبلود لما يعني لو حاول يرجع هيلاقي الكاسب بتاعه الفولف في وشه مش عارف يرجع, فمش قدامه طريق غير ان هو يروح للبريفرال سيركيليشن. يعني دي معلومه على الجنب كده. ماشي كده خلصنا اول فيز معانا اللي هي الاتريال سيستول فيز. ندخل على ثاني فيز اللي هي الفنتريكولار سيستول فيز, وعرفنا ان هي بتتكون من 3 فيزز, ايزومتريك كونتراكشن وماكسيمم ايجكشن او رابيد ايجكشن وريديوسد ايجكشن. نبدا باول واحده واللي هي الايزومتريك كونتراكشن فيز, وبرده هنشوف الخمس تغيرات اللي احنا متعودين عليهم. طيب ماشي تعال نشوف البلد هيبقى موجود فين عشان نشوف ايه اللي هيحصل في الخمس حاجات دي. انت بتقول لي الفيز اسمها فنتريكولار سيستول فيز, يعني ستول يعني كونتراكشن, خلاص دي متفقين عليها. معنى كده ان البلد هنا موجود في الفنتريكل والفنتريكل عايز يعمل كونتراكشن عشان يخرج البلد ده يوديه في الاورتا او في البلمونري. بس احنا عرفنا ان ايزومتريك كونتراكشن متفقين فيها على ثلاث حاجات. اول حاجه ان ايزو يعني ثابت ومتريك يعني مقياس, يعني الفوليوم ثابت خلاص. يبقى لو جاي اتكلم على الفوليوم فالفوليوم بتاع الفنتريكل ثابت. طيب عرفت حاجه كمان ان كونتراكشن يعني الضغط بيزيد, دي حاجه متفقين عليها, اي حاجه بتتعرض لكونتراكشن بيبقى الضغط فيها زايد. يبقى عرفنا حاجتين كده. الحاجه الثالثه ايه؟ حاجه ثالثه ان في الايزومتريك كونتراكشن فيز دي, وهنعرف قدام برضو في الايزومتريك ريلاكسيشن, ان كل الفولفز بتبقى مقفوله سواء اي في فولف او سيميليونر فولف كلهم مقفولين خلاص. دي حاجه ثابته كده موجوده في الايزومتريك كونتراكشن والايزومتريك ريلاكسيشن. طيب احنا كده عرفنا ثلاث حاجات, ان الفوليوم ثابت عشان ايزومتريك, والبريشر بيزيد عشان كونتراكشن, والفولفز مقفوله خلاص. ماشي فاضل لي ايه؟ فاضل لي الاورتيك والبلمونري بريشر. الاورتيك والبلمونري بريشر ثانيه, بما ان السيميليونر مقفول كده فالبلود اللي موجود هنا في البلمونري واللي موجود في الاورتا لسه بيسيبه برده بيروح للبريفرال سيركيليشن تكمله للفيز اللي فاتت بالظبط, ما حصلش فيه اي تغير. فالاورتيك والبلمونري بريشر بيقلوا ليه؟ عشان الديستريبيوشن بتاع البلود للبريفرال سيركيليشن. ماشي فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الاتريال بريشر. الاتريال بريشر عايزين نعرف في حاجه مهمه جدا, ان لما الفنتريكل كان بيعمل كونتراكشن فالضغط فيه كان رهيب, الضغط فيه كان عالي جدا لدرجه ان هو ضغط على الفولف اللي موجود هنا ده اللي هو الاي في فولف, عمل له بولجنج في الاتريا فقلل الكاباسيتي بتاعه الاتريا, يعني مساحته قلت, قوه استيعابه قلت, فالضغط فيه زاد. لما اقول لك ايه اللي هيحصل في الاتريال بريشر تقول لي ان هو هيزيد ليه؟ عشان الفنتريكل كان بيعمل كونتراكشن فالبريشر فيه كان عالي جدا, عمل سادن كلوجر للاي في فولف وعمل له بولجنج, يعني عمل بولجنج للكاسبس بتاعته جوه الاتريا, اللي حصل قلل الكباستي وزود الضغط خلاص. اعتقد كده اتكلمنا في الخمس نقط دول, ان الضغط في الاتريا هيزيد, الضغط في الفنتركل احنا اتفقنا الاول على ثلاث حاجات, ان هي ايزومتريك فالفوليوم ثابت, كونتراكشن فالبريشر بيزيد, والفولفز كلها مقفوله. ماشي وبعدين اتكلمنا على الاورتيك والبلمونري بريشر وعرفنا ان الضغط فيهم بيقل عشان الدم بيسيبهم وبيروح للبريفرال سيركيوليشن, والضغط في الاتريا بيزيد عشان الكونتراكشن بتاع الفنتريكل عمل بولجنج للفولف جوه الاتريا فقلل الكباستي بتاعته وزود البريشر خلاص. تعالى نشوف الكلام هنا, بيقول لك during this phase الفنتريكل بيكونتراكت ايزومتريكلي, يعني ايزومتريكلي يعني without a change في اللينس اوف الفايبر, الفايبرز بتاعتها طولها ثابت فالفوليوم هيبقى ثابت, عشان كده بيقول لك الفوليوم not changed, بس البريشر markedly increased. ماشي الديوريشن بتاعتها قلنا ان هي 5% من الثانيه. ايه اللي هيحصل في الاتريال بريشر؟ قلنا ان هو هيزيد سلايتلي. ليه هيزيد؟ علشان الفنتريكل عمل كونتراكشن فعمل سادن كلوجر للاي في فولف وعمل بولجنج للكاسبس في الاتريا فقلل الكباستي وزود البريشر خلاص. الكلام ده عرفناه. ايه اللي هيحصل للضغط بتاع الفنتريكل؟ قلنا ان هو هيزيد. ليه؟ عشان عمل كونتراكشن خلاص, دي حاجه متفقين عليها. طيب الفنتريكولار فوليوم ثابت نوت تشينجد. ليه؟ عشان ايزومتريك, ما حصلش تغير فيه طول اللينس بتاع الفايبر. طيب الاورتيك والبلمونري بريشر بيقل. ليه؟ عشان سكيب اوف بلاد للبريفرال سيركيوليشن. طب الفولفز, كل الفولفز مقفوله, الحته دي مهمه جدا, وساعتها الفنتريكل بيكونتراكت از كلوزد تشامبر, يعني الحته مقفله عليه من كل حته, كل الفولفز اللي حواليه سواء اي في فولف او سيميليونر فولف مقفولين فهو بيكونتراكت از كلوزد تشامبر. ماشي ندخل على
تاني فيز معانا في الفنتريكولار سيستول، قلنا ان هي بتتكون من 3 فيزز، اتكلمنا على اول واحده ودي التانية اللي هي الماكسيمم ايجكشن فيز. ايه اللي هيحصل؟ يعني نشوف عندي البلود موجود هنا خلاص، والفنتريك هيبدا ان هو يعمل كونتراكشن عشان يخرج البلود في البلمونري، او لو احنا كنا في حاله الليفت فنتريكل هيخرجه في الاورطه خلاص. ماشي، لما اجي اقول لك ايه اللي هيحصل للبريشر بتاع الفنتريكل، كده هتقول لي البريشر بتاع الفنتريكل هيزيد ليه؟ عشان بيعمل كونتراكشن. طيب هو في الفيز اللي فاتت ما هو الفنتريكل كان بيعمل كونتراكشن برضو، الفولف ليه ما فتحش؟ انت بتقولي في الحاله دي البلود هيسيب الفنتريكل ويطلع في البلمونري ويطلع في الاورطه خلاص، ليه ما فتحش في الفيز اللي فاتت؟ هقولك عشان البريشر ما كانش عالي كفايه ان هو يفتح الفولف. امتى الفولف يفتح؟ لو انا في حاله نهلي معايا، لو انا في هنا خلينا في الرايت فنتريكل وهنا في الليفت فنتريكل، لو انا في حاله الليفت فنتريكل الفولف هيفتح عند 80 ملي ميركوري. طب لو انا في الرايت هيفتح عند 10 خلاص، وبعد كده الفنتريكل هيكمل كونتراكشن عادي لدرجه ان هو ممكن يوصل ل 120، ده اقصى ضغط ممكن يوصل له يعني في حاله الليفت فنتريكل، ويوصل ل 25 في حاله الرايت فنتريكل، والارقام دي متجمعه في سلايد في الاخر خلاص. يبقى انا عندي هنا البلد كان موجود في الفنتريكل، الفنتريكل بيعمل كونتراكشن عشان يخرج البلد في البلمونري وفي الاورطه. لما اجي اسالك ايه اللي هيحصل للبريشر بتاع الفنتريكل تقول لي هيزيد، ممكن يوصل ماكسيمم 120 في الليفت فنتريكل و25 في الرايت فنتريكل، ده ماكسيمم. طيب لو هقول لك ايه اللي هيحصل للفوليوم بتاع الفنتريكل، انا بكونتراكت والفايبرز بتاعتي بتقل، يعني الفايبرز بتقصر فالفوليوم هيصغر خلاص، الفوليوم بيبقى ثابت بس في حاله الايزومتريك، يبقى الفوليوم هنا هيقل. طيب هو عمل كونتراكشن وبيأثر الفايبرز بتاعته، بسم الله الفولف اللي كان عامل بولجنج في الاتريا لا هيبدا ان هو يشد الفايبرز بتاعته فيرجع في مستواه الطبيعي خلاص، فاللي كان عامل بريشر او مقلل الكباسيتي بتاعه الاتريا لا هترجع نورمال، فالضغط في الاتريا هيقل، بس مش هيقل على طول، لا هيبدا ان هو يزيد تاني في اخر الفيز دي. ليه؟ لان الاتريا هيبدا ان هو يستقبل فينوس ريتيرن من السوبيريور والانفيريور فينا كافه خلاص. يبقى اتفقنا البريشر هيزيد في الفنتريكل لغايه ما يوصل 120 في حاله الليفت فنتريكل، 25 في حاله الرايت فنتريكل، والفوليوم بتاعه هيقل عشان ايه؟ عشان اثر الفايبرز بتاعته. طب ايه اللي هيحصل للبريشر بتاع الاتريا؟ بما ان الفنتريكل اثر الفايبرز بتاعته فالفولف اللي كان عامل بولجنج في الفيز اللي فاتت لا هيرجع في مستواه الطبيعي، فالبريشر في الاتريا هيقل، لكن هيرجع يزيد تاني في اخر الفيز دي عشان الفينوس ريتيرن. طيب تعال نتكلم على الفولفز. انت بتقولي ان البلد بيتحرك من الفنتريكل للبلمونري والاورطه، يبقى اكيد انا عايزه السيمي اليونر يبقى مفتوح، يبقى الاي في فولف مقفول خلاص. واتفقنا ان امتى السيمي اليونر بيفتح؟ بيفتح عند 80 ملي ميركوري، لما الضغط يوصل 80 ملي ميركوري في حاله الليفت فنتريكل، ولغايه ما يوصل 10 في حاله الرايت فنتريكل خلاص. طب ايه اللي هيحصل للبريشر بتاع الاورطه والبلمونري؟ الاورطه والبلمونري دلوقتي الفولف بتاعهم يعني اتفتح وبدا ان هو يجي لهم بلود من الفنتريكل، فالضغط فيهم هيبقى عالي جدا خلاص، الضغط فيهم عالي جدا. وبما اني بقول ماكسيمم ايجكشن يبقى كميه البلود اللي داخله الاورطه والبلمونري اكبر من الكميه اللي سايباهم، فده هيزود اللود عليهم فالضغط هيبقى زياده خلاص. هنعرف الريديوسد ايجكشن بعد كده ان كميه البلود اللي داخله الاورطه والبلمونري اقل من اللي بتسيبهم، فالضغط هيبدا ان هو يقل سيكا. يقول لك during this phase الventricle بيكونتراكت ماكسيمالي، هيعمل sudden open للسيمي اليونر فولف، وعرفنا بيفتح امتى، هيبدأ ان هو يعمل ejection للبلود في الاورطة والبلمونري. ايه اللي هيحصل لضغط البريشر يعني في الاتريا؟ قلنا ان هو هيقل وبعد كده هيزيد، هيقل ليه؟ عشان الventricle عمل contraction فأثر الفايبرز بتاعته، فنزل ال AV valve بتاع يعني ال AV valve اللي كانت عاملة bulging دي هتنزل في مستواها الطبيعي فالبريشر هيقل، بعد كده هيزيد نتيجة ال venous return. ماشي، ايه اللي هيحصل البريشر بتاع الفنتركل؟ الفنتركل هيكونتراكت ماكسيمالي والفوليوم بتاعه هيقل. امتى يعني البريشر يزيد ماكسيمم لغايه كام؟ في حاله الليفت فنتركل يزيد لغايه ما يوصل 120، والرايت فنتركل يزيد لغايه ما يوصل 25. طيب الفوليوم ايه اللي هيحصل له؟ هيقل. ليه؟ عملت شورتنج للفايبرز. الاورطه والبلمونري ايه اللي هيحصل لهم؟ ايه اللي هيحصل الضغط بتاعهم؟ هيزيد. ليه؟ عشان البلود جاي لهم من الفنتركل، اتفقنا ان كميه البلود اللي داخل الاورطه اكبر من الكميه اللي بتسيب. الفالفز ايه اللي هيحصل لها؟
اشوف البلد رايح منين لفين، ساعتها هعرف الفولف عامل ازاي. انا عندي البلد بينتقل من الفنتركل للاورطه، فانا اكيد محتاجه السيمي اليونري يبقى مفتوح، يبقى الاي في فولف مقفول. امتى السيمي اليونري يفتح؟ لما البريشر يوصل ل 80 في حاله الليفت فنتركل و10 في حاله الرايت فنتركل. طيب ندخل على الفيز الثالثه والاخيره في الفنتركلر سيستول، وهي الريدوسد ايجكشن فيز، ودي تكمله للفيز اللي هي الماكسيمم ايجكشن، يعني تقريبا شبهها جدا. البلود برضو عندي موجود هنا في الفنتركل، عندي بلود هنا موجود في الفنتركل، والفنتركل بيكونتراكت عشان يخرج البلود اللي فيه في البلمونري والاورطا. هقول لك ايه اللي هيحصل للفوليوم بتاع الفنتركل، هيقل ليه؟ عشان بيعمل كونتراكشن وبيأثر الفايبرز بتاعته، يبقى الفوليوم بيقل. ايه اللي هيحصل للبريشر؟ خد بالك الحته دي مميزه، دي تقريبا الحاجه الوحيده اللي هتختلف عن الفيز اللي فاتت. انا الفيز اللي فات كنت بقول ان هو بيعمل كونتراكشن فالضغط فيه زياده، هو لسه بيعمل كونتراكشن بس الضغط فيه هيبدا ان هو يقل عشان كميه البلاد اللي فيه خلاص هو ضخ اصلا معظمها في الفيز اللي فاتت، فالحمل اللي كان عليه بدا ان هو يقل خلاص. يبقى هو لسه بيعمل كونتراكشن وبيأثر الفايبرز بتاعته، فالفوليوم بتقل، لكن البريشر مش بيزيد. لا، ده الاختلاف بينها وبين الفيز اللي فاتت، البريشر بيقل عشان خلاص هو ضخ معظم الدم اصلا في الاورطه وفي البلمونري. خلاص متفقين؟ ايه اللي هيحصل للبريشر بتاع الاتريا؟ هيزيد. ليه؟ عشان كنا بنقول من الفيز اللي فاتت ان هو بدا يستقبل الفينوس ريتيرن من السوبيري والانفيريو فينا كافا. خلاص. طيب ايه اللي هيحصل؟ طب حاله الفولف هتبقى عامله ازاي؟ السيميليونر مفتوح والاي في فولف مقفول، دي حاجه متفقين عليها، بنشوف البلاد رايح فين وعلى اساسها نتكلم على الفولفز. طيب ايه اللي هيحصل للبريشر بتاع الاورتك والبلمونري؟ ايه اللي هيحصل لهم؟ هيبدا ان هو يقل تدريجيا عشان كميه البلاد اللي داخله لهم اقل من اللي بتسيبهم، فاللي رايح اكتر من اللي جاي فالضغط بيقل. طيب تعالى نشوف الكلام هنا، نفس اللي قلناه بالظبط، البريشر بتاع الاتري ايه اللي هيحصل له؟ هيزيد نتيجه الفينوس ريتيرن. طيب البريشر بتاع الفنتركل هيقل علشان خلاص انا عملت ايجكشن للبلاد في الاورطا. طب الفوليوم ايه اللي هيحصل له؟ هيقل. ليه؟ عشان انا لسه بعمل كونتراكشن وباثر الفايبر. ايه اللي هيحصل في الضغط بتاع الاورطا والبلمونري؟ هيقل. ليه؟ عشان كميه البلاد اللي جايله بتكون اقل من الكميه اللي سايباه. الفولفز تبقى عامله ازاي؟ السيميليونر مفتوح يبقى الاي في فولف مقفول. تمام، احنا كده خلصنا الفنتريكولار سيستول، فاضل لنا بس الفنتريكولار دايستول. اول فيز معانا هي الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. ايزومتريك احنا متفقين ان احنا عارفين فيها ثلاث حاجات. ايه هي؟ ايزومتريك يعني الفوليوم ثابت، خلاص دي حاجه متفقين عليها. ريلاكسيشن يعني الضغط بيقل، احنا قلنا لو كونتراكشن الضغط بيزيد، لا ده العكس، ريلاكسيشن الضغط بيقل. طيب والفولفز الاثنين مقفولين، سواء اي في فولف او سيميليونر فولف. فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الضغط بتاع الاتريوم. ايه اللي هيحصل له؟ نفس اللي كان في الفيز اللي فاتت، هو لسه بيستقبل فينوس ريتيرن فالضغط فيه هيزيد. طيب الاورتك والبلمونري بريشر هيحصل فيه حاجه مميزه قوي، عشان انا قلت ان السيميليونر هنا مقفول والمفروض ان هو كان فيه بلاد عايز يوزعه للبريفرال سيركيوليشن. ايه اللي هيحصل بقى؟ من الفيز اللي فاتت كان الضغط في الاورتك كان في الاورطه وفي البلمونري كان عالي جدا، وبعدين رحت انا جايه فجاه قفلاله السيميليونر فولف، فانا كان عندي الضغط عالي وبعدين قفلت السيميليونر فجاه فالضغط نزل شويه، بس هيبدا ان هو يعلى تدريجيا نتيجه الالاستيك ريكويل. تمام، هيبدا يحصل ريكويل في الاورطه عشان يرفع الضغط شويه، بعد كده يبدا ان هو يتوزع البريفرال سيركيوليشن بقى فيقل تدريجيا طول ما هو بيوزع البلاد للبريفرال سيركيوليشن. الحته الصغننه دي اسمها ايه؟ اسمها دايكروتيك نوتش، والقبه دي اسمها دايكروتيك ويف. ماشي، الحته دي مهمه قوي ركزوا عليها. تعالى نقراهم. ايه اللي هيحصل في الضغط بتاع الاتريا؟ قلنا هيزيد نتيجه الفينوس ريتيرن. طب ايه اللي هيحصل في ضغط الفنتركل؟ قلنا ان هو هيقل. ليه؟ عشان انا بعمل ريلاكسيشن. ماشي، طب ايه اللي هيحصل للفوليوم؟ مش هيتغير عشان انا ايزومتريك. طيب الفالفز ايه اللي هيحصل لها؟ انا كل الفالفز مقفوله والهارت بيأكت از كلوز ذا تشامبر، خلاص دي عارفينها. طيب ايه اللي هيحصل للضغط على الاورتك والبلمونري؟ بيقول لك ات شو انيشال شارب ديكريز. ليه قل بقى؟ نتيجه السادن كلوجر اوف الاورتك فالف، قفلت الفالف فجاه فحصل ديكريز في البريشر، دي حاجه اسمها دايكروتيك نوتش. بعد كده بدا يحصل انكريز في البريشر نتيجه الالاستيك ريكويل، دي حاجه اسمها دايكروتيك ويف. خلاص، ودي شكلها اهي الحته دي. الضغط نزل هنا فجاه عشان انا قفلت السيميليونر، وبعد كده بدا ان هو يطلع تاني نتيجه الالاستيك ريكويل. خلاص،
ندخل في تاني فيز من الفنتريكولار دايسول وهي الرابيد فيلينج فيز. الرابيد فيلينج يعني الفنتريكل عايز يحصل له فيلينج بالبلود، فالفولف ده اللي هو الاي في فولف هيبدا ان هو يفتح والبلود يبدا ان هو ينزل هنا ماشي. لو قلت لك ايه اللي هيحصل للضغط بتاع الاتريا هتقولي ان هو هيقل. ليه يا عم؟ البلود اللي كان عامل عليه بريشر سابه ونزل على الفنتريكل فالضغط اكيد هيقل. ايه اللي هيحصل للفنتريكل؟ الفنتريكولار بريشر، ضغط على الفنتريكل يعني، هيبدا ان هو يزيد. ليه؟ عشان البلود اللي نزل يعمل له بريشر، بس ستيل اقل من البريشر بتاع الاتريا ماشي. يبقى الفنتريكولار بريشر هيزيد بس ستيل اقل من البريشر في الاتريا، لانه لو اعلى منه اصلا هيقفل الفولف، فاهماني؟ طيب ايه اللي هيحصل للفوليوم بتاع الفنتريكل؟ هيبدا ان هو يزيد. ليه؟ عشان يستوعب البلود اللي نزل له. طيب ايه اللي هيحصل في الفولز؟ انا بنزل بلود من الاتريا للفنتريكل كده، فانا محتاجه الاي في فولف يبقى مفتوح، واكيد سيميليونر هيبقى مقفول عشان واحد بس اللي هيبقى مفتوح عندنا. طيب ايه اللي هيحصل للضغط بتاع البلمونري والاورطة؟ هيقل. ليه؟ نتيجه سكيب اوف بلود للبريفيرال سيركيليشن، خلاص عرفناه. يعني نفس الكلام، ايه اللي هيحصل للبريشر بتاع الاتريا؟ هيقل عشان انا بدات انزل البلود في الفنتركل. اللي هيحصل للبريشر بتاع الفنتركل هيزيد بس ستيل اقل من الانترا اتريال بريشر. اللي هيحصل للفوليوم هيزيد عشان استوعب البلود اللي نازل ده. اللي هيحصل للاورتيكال بلمونري بريشر هيقل ديو تو سكيب اوف بلود للبريفيرال سيركيليشن، والفولفز الاي في فولف مفتوح والسيميليونر مقفول. طيب اخر فيز معانا اللي هي ريديوسد فيلينج فيز، تكمله للفيز اللي قبلها، مش هنقول كلام جديد، حاجه واحده بس اللي هتبقى مختلفه هقول لكم عليها. انا البلود عندي بينزل من الاتريال فينتريكل، اللي هيحصل للضغط بتاع الفينتريكل هيزيد بس ستيل اقل من الضغط بتاع الاتريا. اللي هيحصل بريشر هيزيد، الفوليوم اللي هيحصل له هيزيد. ليه؟ عشان يستوعب كميه البلود اللي نازله. ايه اللي هيحصل في الفولف؟ انا عندي لازم الاي في فولف يبقى مفتوح عشان الدم ينزل في المسار بتاعه الطبيعي، وعندي السيميليونر هيبقى مقفول. ايه اللي هيحصل في الضغط بتاع الاورتيك والبلمونري؟ هيقل. ليه؟ عشان السكيب اوف بلود للبريفيرال سيركيليشن، خلاص. ايه الحاجه المختلفه عندي بس؟ هي الاتريال بريشر. ايه اللي هيحصل له؟ هيبدا ان هو يزيد. انا الفيز اللي فات كنت بقول بيقل. ليه؟ عشان البلود بينزل في الفنتريكل. ايه اللي هيحصل له هنا؟ هو لسه البلود بينزل في الفنتريكل، بس بدا يستقبل فينوس ريتيرن من السوبير والانفير فينا كافا، فده هيزود البريشر شويه، خلاص. يعني نفس الكلام، اللي هيحصل للاتريال بريشر هيزيد، اللي هيحصل للفنتريكولار بريشر هيزيد بس ستيل اقل من البريشر بتاع الاتريا. اللي هيحصل في الفوليوم هيزيد عشان يستوعب البلود ده. ايه اللي هيحصل في البريشر بتاع الاورتيكال بلمونري؟ هيقل ديو تو سكيب اوف بلود للبريفيرال سيركيليشن، خلاص حفظناها. ايه اللي هيحصل للفولف؟ الاي في مفتوح والسيميليونر مقفول، تمام. احنا كده خلصنا الفيزز. هنلخص بس الايزومتريك. الايزومتريك كونتراكشن عرفنا ان هيبقى الضغط في الفنتريكل عالي. طب في الايزومتريك ريلاكسيشن الضغط في الفنتريكل هيقل، واتفقنا ان كل الفولفز مقفوله فالهارت بيأكت اس كلوز تشامبر. طب ايه اللي هيحصل في الفوليوم بتاعه الفنتريكل؟ مش هيتغير عشان ما حصلش اي تغير في اللينس بتاع الفايبر. السلايد دي مهمه قوي وبيسالوا فيها كتير في الامتحان. طيب احنا كده اتكلمنا على 5 تغيرات، فاضل لنا تغيرين انا ما رضيتش اذكرهم يعني في الفيزز، عشان قلت لو اتجمعت هتبقى افضل وهتسهل حفظها. اول حاجه عندي هي الاي سي جي. انا عندي الاي سي جي، اكيد انتوا خدتوها او شافوها ايه، اعتقد خدتوها. عرفنا ان هي بتتكون من 3 ويفز، البي ويف اهي، البي ويف، ودي اسمها الكيو ار اس ويف، ودي التي ويف. طيب احنا هنبقى اكيد حفظنا يعني الفيزز بالترتيب. اول حاجه اتريال سيستول، بعد كده ايزومتريك كونتراكشن، ماكسيمم ايجكشن، ريديوسد ايجكشن، ايزومتريك ريلاكسيشن، رابيد فيلينج، وريديوسد فيلينج. دول اللي احنا بقى لنا سنه بنتكلم عليهم. هنحفظ الويفز ازاي بقى؟ اول فيز بيحصل فيها البي ويف، طب الثاني فيز بيحصل فيها الكيو ار اس ويف، الثالثه والرابعه والخامسه اللي هي ماكسيمم ايجكشن، ريديوسد ايجكشن، ايزومتريك ريلاكسيشن، الثلاثه بيحصلوا فيهم تي ويف. بس الماكسيمم ايجكشن بيبقى فيها بدايه التي ويف، الريديوسد ايجكشن بيبقى فيها الطب بتاع التي ويف، الايزومتريك ريلاكسيشن بيبقى فيها نهايه التي ويف، خلاص. طيب بيقول لك البي ويف والكيو ار اس ويف بيبداوا حوالي 200 من الثانيه قبل الفيز نفسها ما تحصل، خلاص. طيب تاني تغير معايا هي الهارت ساوند، برضو عندنا 7 فيزز كده بالترتيب. هنبدا ان هو هنبدا نشوف يعني ايه الهارت ساوند اللي بنسمعه في الفيز دي. احنا رتبنا الهارت ساوند 4 1 2 3، خلاص. اول فيز اللي هي اتريال سيستول فيز بسمع فيها الفورس هارت ساوند، الثانيه والثالثه بسمع فيها الفيرست هارت ساوند، الرابعه ما بسمعش فيها اي صوت، الخامسه بسمع فيها السكند هارت ساوند، والسادسه بسمع فيها الثيرد
هارت ساوند خلاص، واتفقنا ان الفيرست والسكند هارت ساوند ده اللي انا بسمعه نورمال، هي دي الاصوات اللي انا بسمعها، لكن الثيرد والفورث ما بسمعهمش. الفورث ده ما بسمعهوش خالص، الثيرد ممكن اسمعه في الاطفال لكن لو سمعته الكبار فكده يبقى فيه مشكله. طب انا ايه سبب ان انا بسمع الفيرست هارت ساوند؟ بسمع الفيرست هارت ساوند نتيجه كلوجر اوف الاي في فالف. طيب ليه بسمع السكند هارت ساوند؟ نتيجه كلوجر اوف السيميليونر فالف. طيب ليه بسمع الثيرد هارت ساوند؟ بسمعه نتيجه الفايبريشن بتاع الفنتركل وصوت اندفاع البلود من الاتريا للفنتركل. خلاص طيب ده المنحنى الجميل بتاعنا ماشي. ندخل بعد كده على الريماركس بتاعت الكاردياك سايكل. بيقول لك ايه اهميه ان وقت الدايستول بتاع الفنتركل يبقى كبير. دي النقطه اللي كنا بقول عليها في اول محاضره، قلتها اتقال في الاخر. ليه الوقت الدايستول كبير؟ عشان في وقت الدايستول ده بيحصل ثلاث حاجات. اول حاجه الفنتركل بيستريح من السيستول، اول حاجه بيحصل له ريكفري او ريست من البريفيوس ستول. ثاني حاجه فنتريكولار فيلينج، بيبدا ان هو يتملي من البلود، ينزل البلود من الاتريا للفنتركل. ثالث حاجه ودي مهمه قوي، الكرونري فيلينج. البلود زيه زي اي جزء من الجسم محتاج ان هو يوصل له بلود سبلاي. هو بياخد بقى البلود سبلاي بتاعته في حاله الدايستول. طب ليه ما بياخدوش في حاله السيستول؟ لان الهارت كله بيبقى بيعمل كونتراكشن، فبيبقى ضاغط على الكرونري فيسلز ما بتعرفش تاخد بلود كويس، فالوقت المناسب ليها في الفنتريكولار دايستول. خلاص الفنتريكولار فيلينج بيحصل امتى؟ بيحصل في الايرلي دايستول. خلاص عشان كده لو الهارت ريت زاد الديوريشن بتاعه الكاردياك سايكل هتقل، بس هتقل على حساب الليت دايستول، فالحمد لله ده مش هيأثر على كميه البلود اللي الفنتركل محتاج ياخدها من الاتريا يعني. فعشان كده لو الهارت ريت وصل ل 180 بيت بير مينيت فده هياخد من وقت الليت دايستول، فالحمد لله مش هيأثر على الفنتريكولار فيلينج. لكن لو الهارت ريت عالي وبقى 200 بيت بير مينيت او اكتر، فده هيبدا ان هو ياخد من الليت دايستول، بل انه يدخل كمان على الايرلي دايستول، فهيأثر على الفيلينج بتاع الفنتركل، فده هيأثر على كميه البلود اللي الهارت هيضخها، فهيقلل الكاردياك اوتبوت. كاردياك اوتبوت يعني كميه البلود اللي الهارت بيضخها. في السلايد دي معلومه احنا عارفينها، ان حوالي 70-80% من البلود اللي بينزل من الاتريا للفنتركل بينزل باسيفلي في وقت الفنتريكولار دايستول خلاص، و30% او 20-30% بينزلوا نتيجه الاتريال سيستول. طيب كده الاتريام بيضخ كميه صغيره جدا من البلد. ايوه عشان كده الوظيفه الاساسيه بتاعت الاتريام مش ان هو يضخ البلد، مش ان هو يشتغل كبامب، لكن وظيفته الاساسيه انه بلد ريزرفوار. يعني ايه بلد ريزرفوار؟ يعني يستقبل البلد من كل الجسم. خلاص طيب نجمع البريشرز اللي كنا اتكلمنا عليها. احنا هنعرف ايه في السلايد دي؟ عايزين نعرف البريشر بتاع الرايت والليفت فنتركل في السيستول والدايستول، والبريشر بتاع الاورطة والبلمونري في السيستول والدايستول. اوكي احنا معظم البريشرز دي اصلا قلناها واحنا بنشرح، فهتلاقيكم يعني عارفينها. بصوا احنا كنا بنقول البلد لما بيبقى في الفنتركل والفنتركل بيعمل كونتراكشن لازم يوصل لرقم معين عشان السيميليونر فالف بيفتح. خلاص فقلنا في حاله الليفت فنتركل تمام الفالف بيفتح امتى؟ بيفتح لما بيوصل ل 80. طب وفي حاله الرايت فنتركل؟ لما بيوصل ل 10. خلاص وقلنا ممكن يكمل كونتراكشن عشان يوصل ماكسيمالي ل 120. فلما اقول لك الضغط في الليفت فنتركل في حاله السيستول كام؟ تقول لي 120. طب في الرايت فنتركل بيعلى لغايه ما يوصل ل 25. خلاص يبقى ده ماكسيمالي بيوصل 120 في الليفت فنتركل و25 في الرايت فنتركل. طب في حاله الدايستول؟ لا الدايستول ده فتره الراحه بتاعتهم بيبقوا زيرو، خلاص مبقاش فيهم اي ضغط. طيب ننزل على الاورطه والبلمونري. الاورطه والبلمونري في فتره السيستول هما بيبقوا مرتبطين، بيبقوا متصلين بالفنتركل، فالضغط فيهم هيبقى نفس ضغط الفنتركل. لو في الليفت فنتركل كان 120 فالضغط هيبقى في الاورطه 120 في حاله السيستول. لو الضغط في الرايت فنتركل كان 25 فالضغط هيبقى في البلمونري في حاله السيستول برده 25. طيب في الدايستول انت قلت لي الضغط بيبقى في الفنتركل صفر، هل ينفع الضغط يبقى في الاورطه في البلمونري صفر؟ لا طبعا، البلد كده مش هيروح للتيشوز. فبالالاستيك ريكويل يبدا ان الضغط يزيد شويه لغايه ما يوصل ل 80 او لغايه ما يوصل ل 10 ماشي. الضغط فيهم هيبدا ان هو ينزل ل 80 والضغط هنا يوصل ل 10 خلاص ماشي.
وصلنا لاخر سلايد معانا، البلوت فلو للتيشوز. بيقولك بيحصل امتى؟ في السيستول ولا في الدايستول؟ احنا كنا لسه متكلمين عليها دلوقتي، قلنا ما ينفعش الضغط يبقى في ال، ما ينفعش يعني في حاله الدايستول بتاعه الفنتركل الضغط يقع في الاورطه كده، التيشوز مش هتاخد بلاد. فالتيشوز بتاخد بلاد في السيستول وفي الدايستول. طب يعني بتاخد في السيستول ازاي؟ نتيجه الكونتراكشن بتاعه الفنتركل بيعمل ايجكشن للبلاد لكل التيشوز. طيب لما السيستول يبقى مريح والبريشر فيه صفر، البلاد يعني البلاد هيروح للتيشوز ازاي؟ بيروح نتيجه الالاستيك ريكويل اللي موجوده في الاورطه. خلاص بس كده، احنا كده خلصنا المحاضرة، بس اتمنى لكم التوفيق. مع السلامة.